صباح الخير، معنا مستر طارق دادا، فاوندر اوف ايوا بوكس. رح خلي طارق يخبرنا اكثر عن البزنس تبعه. ايوا بوكس بلشت بال 2017، بلشنا بالامارات وتوسعنا بعدين على لبنان. السيرفيس اللي بنقدمها هي بتتعلق بالايفنتس اون سمولر سكيل، مثل البيرث داي سربرايزز، مثل الانيفرساريز، مثل البروبوزلز، ويدنجز فينا كمان. اكسلنت. وكيف تاثرتوا بالازمه الاقتصاديه بلبنان بالخليج مع الكورونا فيروس كمان؟ كيف هذا اثر عليكم كبزنس؟ ببدايه الازمه لما بلش الكورونا اجى على الامارات تقريبا بابريل، اوكي؟ هون نحن كنا عم نراقب الكورونا اوريدي كيف عم يتوسع بالعالم، يعني متوقعينه واصل على الامارات، سو بلشنا نحضر بطريقه غير مباشره للأسوأ. اوكي، حطينا تو بلانز. اول هي بلان بي اللي هي بتكون على مرحله قصيره لحتى يفتح الماركت، متوقعين ببلان بي انه يفتح الماركت، وبلان سي هي أسوأ الحالات اللي هي رح تمتد، كانت بلان سي لسنه، قد ايه قادرين نعيش within the worst case scenarios لسنه. اول ما اجت الكورونا على الامارات كانت على عدة مراحل، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، عملوا بلانز، حضروا، هيئوا العالم. كان في بلان إنه يسكروا جميع الأشياء اللي بتتعلق أول شيء بالأكتيفيتيز والجاذرينجز، يعني وقفوا جميع الأكتيفيتيز اللي بتتعلق بالتوريزم، كل شيء مولات، كل شيء ريستورانتس، كل شيء بارز وكلابس، all activities اللي فيها بيكون فيها عالم وفيها gathering. لما صار ال complete lockdown هون وقتها صار الضرر الكبير على جميع أنواع ال businesses بالماركت. نحنا تأثرنا إنه بطل نقدر نعمل zero income، يعني كان الأساس تبعه إنه أول شيء نخفض ال cost، وبعدين كيف فينا نحنا نقدم ال services تبعونا بقلب الماركت من دون ما نعرض حالنا وعرض ال clients للخطر. هلا نحن عم نبلش نطلع ودبي يمكن بعتقد بلشت تفتح. What changes did you make بالبلان بي وهلا going forward رح تعمل هالchanges in doing marketing and acquiring new customers؟ في شيء تغير in the way you do business now؟ هلا اذا بدنا نحكي عن شو التغيرات اللي استجدت على بلان بي، انه هي نحن بدنا نكمل بالgrowth تبعنا، هو by end of December بدنا نرد نرجع، لأنه من هلا ل end of December بدنا نراقب الماركت كيف عم بيكون، أوكي، وشو شو بيستجد بالماركت، منبلش step by step to continue on the growth. مثلا one of the growth plan تبعيتنا إنه ننتقل للcorporate، ليش ننتقل؟ نزيد service نغطي الcorporate، هيدي بدها شوية دراسة بظل الأزمة الحالية. لكن ذكرت انه your target market يمكن كمان يتغير، ويمكن to focus on a niche, a corporate niche. طيب برأيك الماركتينج والسيلز بروسيسز تبعك رح يتغيروا او رح تغيرون بالنيو بلان؟ Definitely الماركتينج بروسيسز بيتغير، لانه عندك whole new target audience. حطينا marketing plan بطريقه مخفضه شوي، نقدر نعمل profits، بس طبعا ما نحط حالنا بريسك of losing or throwing money. عظيم. وشو الشغلات اللي تعلمتوها من هال threats وهال crisis خلتكم تستمروا وقادر تعطي هال tips هالنصايح لغير businesses تنقدر نساعدهم أكثر؟ اللي تعلمناه من الأزمة هيدي إنه you have to be always ready، إنه and you have to survive، you have to always have a plan B plan C، أو ما بتعرف أنت لوين يعني بظل هذا الظرف اللي نحن عايشينه هلا، ما حدا متوقعه، ازمه فوق ازمه، اوريدي كان في ايكونوميكال كرايست نوعا ما جاي بالعالم، فاجى الكورونا فايروس، الواحد لازم يكون متحضر دائما ومتهيئ. نحن كايوا بوكس حاطين ستراكشر فور كرايسيس من اول ما بدينا ايوا بوكس، يعني كانت البلان تبعيتنا انه نحن لما نواجه الكرايسيس نكون قوية وما نتاثر، كرمال هيك نوعا ما ايوا بوكس ما تاثرت كثير، خاصه القدره الشرائيه تبعون الماركت ضعيف هلا، ولكن القدره الشرائيه تبعيت الكلاينتس تبعون ايوا بوكس هن اون هاير ليفل، يعني عندهم قدره شرائيه عاليه، ما تاثرنا كثير بالازمه. عندكم خطه عمل لل 90 يوم الجايين مكتوبه دوكيومنتد فيها اكتيفيتيز هو ويل دو وات سو ذات يو ويل سرفايف ذس كرايسيس؟ اور بزنس از بيست اونلاين،
عندنا أونلاين شوب، العالم بتفوت عندنا أونلاين. لحين التكنولوجي ما عندي محل بمول، عندي أوفيس بس we are based online, we are virtually located. أوكي سو هيدا ما هيدا التكنولوجي هلا يصير كله فيرتشوال. من ناحية تانية إنه أنت عامل تارجت أودينس لألك عنده قدرة شرائية عالية، أنت ما بتخاف من الورست كيس، ما بتخاف من الكرايسيس. أوكي لأنه الكلاينتس تبعونك عارف إنه أنت إنه هم قادرين يشتروا بأسوأ الظروف. أوكي هيدي تاني نقطة. ثالث نقطة عم تقدم خدمة أنت مميزة عن بقية competitors أو الماركت. So هيدا كمان بيبني loyalty مع الكلاينتس تبعونك، خاصة لما تكون عندك سيرفيس مميزة، مش إنه تبيع زبون وخلص. هيدا هي ما فيك تستغل الأزمة. يعني أنت كصاحب كرب عمل كصاحب بزنس لسه عم تشتغل بمجال الفود اندستري، ما فيك ترفع أسعارك. هيدا استغلال. بهالمرحلة اللي أنت بترفع فيها أسعارك ممكن تربح مليون دولار، بس بنفس الوقت ممكن تخسر لعشر سنين لقدام كل الكلاينتس اللي اشتروا من عندك. Thank you very much طارق. حابب تضيف شيء قبل ما نختم؟ Thank you لك على هالانيشيتيف كوتش. بهالمناسبة بحب أقدم لجميع اللبنانيين الموجودين بالإمارات خصم 50% على كل برودكتس تبعونا بيقدروا يستفيدوا منها، ونحن we are pleased to serve them. بهالمرحلة نحن we have to be next to each other. Thank you very much coach. Thank you طارق.